قام الدكتور هشام عرفات وزير النقل باستقبال آخر أفواج الحج البري على الخط الملاحي نويبع العقبة، حيث شهد ميناء نويبع نقل 13500 حاج و313 باص حج من خلال رحلات مكوكية بنسبة زيادة 31% عن موسم سفر الحجاج للعام الماضي، من خلال التنسيق الكامل مع الجانب الأردني لتيسير وسرعة إنهاء إجراءات الحجاج.